في موب وراك وراك يمين. ها هنيه سوي لي تليبورت بسرعه. عندك كم؟ 281. خل نشتري سلاح التليبورت. معنا وضعنا عبد الكريم نطمن. الله يلا السنه هات استهبل. اسمع لو انت معاه فكهه اليوتيوبرز والمكرانة شو بيقرف. ردلت له براح جيب بيض وجبن مقاضي للبيض. انا صاد انا معاه. انا عندي فاير اكزيت هون. هذا يعني اكثر طريق مختصر لنهرب فيه. معي فلاش لايت بالشريط. عبد الكريم تعال عبد الكريم. وينك؟ تمشيش على هذا. ماي. تمشي عليه ما تصير شيء. تليبورتر راضي عبد الكريم. يا ابوي بين لغم. في صوت وحش لقيت. وينك بلوني امشي. خلاص. ها حدوته. لا مفتاح خلاص. خذيت المفتاح. اسمع في اي عندي مفتاح. في تورنت قريب دير بالك. حسيت ها هدية. جولد بار. اه 200 تقريبا. اسمع الفاير اكزت. وين الفاير اكزت؟ خليني اطلع اوديك. اه روح. وين الفاير اكزت؟ وين كريم؟ معاك. في دود ممكن تكون على السقف. كانه مات ولا طلع؟ لا طلع. يا الله شو اكل راسك. ارجع اوه ترد ارجع يمك انت راح تطيح. هاي في كلاون هورن. انا عندي هيك فول يوت تلقى. يلا انا اقدر اشيل دبل هورن كرسي. معي واحد اقوى. استنى وين اكثر. يلا معي يلا كريم. الله ارقص ركز. اسمع اطلع انا وتكملوا ولا تطلع من هون وترجع على يا ولد. انا ماني ضايل اخاف. لا يا كلب استنى اشوف قديش ضايل اللوت في ال اه ايوه في 9 اغراض في ال. لا خلص انا اسف والله اسف. حلوه خلص الدنيا ليلت. خلص محمود والله. شش عبد الكريم قتل انس. لا تحملوش واحنا طايرين. ولد انا كل مره اموت يعني. يا الله خلينا نبيعهم يلا. هسه اقتلك. حق جثتك كم سعره؟ حق جثتك كم سعره؟ خمسه ناس خليه نيجن السوري. كم نيجن السوري ناس. شو رايك عبد الكريم يروح يبيع؟ شو رايك؟ لا ما راح ادق الجرس اكثر من مره. متلخري ولا شيء حط عرف كله على الارض. طب منها الوحش كبير. هسه بدي كيف طلع عزيز عزيز احسك كيوت عزيز. انا عمري انا سهيت. وقف شوي يلا بلش شو هذا؟ لا طلعني شوف الرقصه. هسه وصلت اغراض. هسه بينزل. وصلوا اسمع حافظوا على بطاريه الراديو. معلم انا ايش ما يغراض عادي برجع بفتح الباب. خليه تحل. لا تحاول معها بالاخير نطلع. لا هجمت علي. انا بعرف طريقه. لا 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 الله يقلعك. قطع عندي الكلب. والله انت ليش دخلني؟ عم يموت عم يموت عم يموت. ما حدش يلعب فيها. اسمع روح خش جوا. تعال معي او روح استنى اغراضك. انزل الصاروخ روح اجيبهم. حفوت انا. اي قتل مين تشقلب الثاني هود هذا؟ بلوني شكله. لا ابو علي يا اخوان شو كيف تعيشوا نقدرش عزيز الله لوسي ما مين اللي راح بعبص في خليه النحل؟ هذا الكلب اللي قدامك. هو اللي مات ماشي. في واحد نزل يتخبط عليهم. شباب عندي طريق يا شباب. فتنا وين بدنا ندور على نوتس.
فك 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 شت بس لا انا السيف لا فوق لا فوق انا ايش ايش انك بتعرى تريبورتر احا شباب يبو في لغم في لغم وينك هين 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 دير بالك خذ يمين بعد اللغم على اليمين حلو في لغم تعال ما في لوت يا زلمة اوكي هو 450 جولد وال زين كيفو في اي في شيء اخذت الشيء انا شغاله هذي ضلك جرب ما خلص انا لازم نطلع فوق هاي اتوقع غرفة ال اوه جنريتر جنريتر يا كيف تجيبه كيف تجيبه كيف تجيبه خلينا نجيبه بدك تسحب النحل اول توقف تسحب النحل وتروح لها يعني استنى بس النحل يتحرك عليك بعدين تروح لها هسه انا اخذ النحل وتقوده تمام انا اسمع انا 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 بحرك النحل انا بحرك النحل علي انا حرك النحل اسكت اسكت خذها خذها يا انس خذها بسرعه تمام صار معك شباب سحبتم علي سحبتم علي ليه سحبتم علي تعال تعال يا جماعه طيب سووا لي تليبورت والله رخيص انا اقسم بالله رخيص والله رخيص يا جماعه اسمع معنا 590 ولا 590 كثير كويس وانا اخذ الخليه لبرا طيب طيب يا حمار أنا... عندك تليبورت ليه ما استخدمته علي؟ ما استعملش التليبورت بالمر يقسم لا والله انا والله انك والله انك سوري بالمعنى الحرفي والله يا الله يا زلمه مخ ما في هذا الشاب تغرق في البحر الابيض المتوسط اسحب عليه ما قتلني غير منظر هيك مخي يا زلمه قاعد اركب ورا قتلت وراي هذا المكعب ودي ودي على الباب صغير صغير عادي صغير خلص تعرف ايش فيه تعرف فيه اه غرفة الجنريتر خليه خليه للاخر استنى اوكي دقيقة كيف ايش هنا ولك لا خليه للاخر اركبه لا ما ينفعش تركبه خلاص جيبه تعال وين وين تعال تعال معنا يلا كريم كريم خليه للاخر اوكي صح وين وين الباب وين الباب تعال وينك من هون هسه ما في ضوء غير معك هسه الموبات ياكلونا صح يلا يلا انت دير بالك من الكوين هيد لا يفتحك زي قبل شوي خلاص يلا على السفينه هسه يلا يلا في واحد ما تشغل الكمبيوتر احمل اغراضه ورجعوا يلا 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 يمكن مات من سحبه الجنريتر لانه كان مش شايف بس خلاص هي معنا كنا بنقدر نجيب لوت اكثر من هيك بس استكشفناش احنا تقريبا لا لا اركض بسرعه عشان اطلع اطلع زين من وين؟ من هون من هون نط نط والله ميت سبب في حدا فالخ وجهه اي والله في واحد وحش راح يجي جرافيتي وقع كم جبت انا؟ خذها مني لك لا 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 تحطوا الغلط علي يا شباب اخواني اخواني انتوا سكرانين جولد بار مشان الله كان معك؟ اه زي ما حدا طف يا
يا الله من كريم سحب الجن قلت له استنى شوي يا الله لوسي لوسي قال اسحبه لوسي قال اسحبه بسيطه بسيطه لوسي قال اسحبه اسحبه رحت سحبه يلا يا اخوي سمعتك سمعتك ترى ترى سمعتك وينك انت لا مو انا سمعتك خذ خذ لا مو عزيز خذ شباب اسمع اليوم لانه ثالث يوم ممكن يكون اخطر شيء يمديني اكلم قول معايا انس عشان يسوي لنا تيليبورت كان معي مفتاح عزيز بدنا نقول مفتاح في مفتاح في مفتاح انس اسمعني امسك هاي نحتاج مفتاح نحتاج مفتاح حمار هذا حمار بقولكم في موبات قريبه عزيزه انس يقول في موبات حلو اللي بخطف ما بت... ما حتشوفه كريم بس هو اجاك وحش كيف اشيله كيف اشيله منتجيه يا فلوليو كانت معي يا زلمه سويت لي بورت سويت لي بورت الانس سويت لي بورت اللوسي لوسي سويت لي بورت اللوسي والله والله تعال 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 مات اوكي تعال 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 خلينا نطلع وينك عزيز يلا روح تعال خلنا نطلع خلنا نطلع تليبورت تعال تليبورت يا انس تليبورت سوي لي تليبورت سوي لي تليبورت سوي لي تليبورت تك وحش خاصرنا في موب في موب وراك وراك يمين سوي لي تليبورت بسرعه مين ايش هذا تليبورت بسرعه تليبورت يلا يلا عزيز يا حمار خليك اسمع لا تسوي العزيز لا تسوي العزيز لا تسوي لا تسوي العزيز عزيز هيني حول ايش اللي قدامه ايش اللي قدامك يا ولد وحش خليك عم تطلع جايك جايك خليك عم تطلع مكانه هذا اللي بخطف هذا اللي بخطف خليه يمشي لعليه خليه يمشي عليه خليه يمشي عليه امشي عليه امشي عليه طلع وراك 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 كويل هيد سوي لي تليبورت كويل هيد فقع لا هذا اعمل له تليبورت اعمل له تليبورت خلص ومات مبدئيا تحكي له طلع ورا خليك بتطلع عليه بروح ما انتبه ما انتبه استنى بلونيون كمان قال لي شوف شوف طب خلص اعمل له قال لي اعمل له تي في خلص حي 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 ثواني غدر غدرة الكلاب لا 13 اوبجكت احنا لوتنا شيء من هون ما لوتنا شيء اليوم لا ما لوتنا 30 بالمره رجعنا بدون ولا شيء انا انا لوتت يا اخوان والله شو اللي صار شو مين اللي هجم علي كان راس ابوي مو خليك خليك بتطلع عليه هذا اللي بطلع عليه بتعرف انه انت حبيبي انت حبيبي صوتك مش طالع في الهاي غير مغبش ما هي مشكله من عندك مو من عندي قلت لك خليك متطلع عليه لانه اول ما انت فتلت راسك ركض عليك يا ولد يا ولد انا اول ما شفته خف عقلي بدون ما تسمع عزيز عزيز انا اول ما شفته خف عقلي ما شفته صرت اقول لي انا اسوي لي تليبورت طب قول لي يا كلب قول لي ايش تسوي لك شيء اما خليني يا ولد يا ولد حسبتك تدري ترى شفت المكان اللي جيت منه كان هناك هو والله اول ما جيت اول ما سوي لي تليبورت قلت اسحب على عزيز تذكر شغال هسه اي اشتغل اشتغل عصب عصب عزيز عزيز اضغط الجرس اكثر من مره لا لا خلاص يا ابن المعدوها خلاص والله بمزح معك اسمع عزيز اتحداك تسوي مره ثانيه يا زلمه بعد بلو يا ولد ترى عقد عقد عشان المقطع عشان المقطع عشان المقطع عشان المقطع شال مقطع يا عزيز لا 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 سوي لي تليفون سوي لي تليفون سوي لي تليفون طلع يا عزيز تركونا انا الصاقط الله صاقط طيب والله يقلعك ليش يا لا ما بيصير شيء ما بيصير شيء ولا بيصير شيء هادي بوقين يا ولد شعور شعور السحب مؤلم عزيز